بس يديروا عصفوره وكليها. ما بتاكلش حوري؟ اقطفي اي واحد. يلا ماشي اقطفي عشان دي على قدها يعني. عادي جوج فيها نملة. جوج كان هاتي يدين هريا شيليها اهي. نحن بنستخدم ايدينا الاثنين واحنا بنقطف. شاطرة نقدر دي بقى. يلا امسكي استخدمي ايدك اتنين برضو. انا خايفة من النمل. مفيش نمل. يلا يلا خلي انتي قوية. شاطرة ورينا. برافو. فين خوختك يا حورة؟ صعبة اوي. لا خوخة كبيرة. بصي دي العصفورة واكلاها. شكلها مستوية من جوه. شكلها مستوية لونها احمر. ورينا من جوه. ادي جوه يعني مستوية دي. تعالي يلا ندوقها فوق. استني ما طلع العصافير.